بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم عندنا فيديو جديد في المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. كما تنشوفوا هنا دعم الدرسين 25-26 الصفحة 102. إذا عندنا التمرين الأول، قالوا لنا أعبروا عما بقي من التفاحة بعدد كسري في كل حالة كما في المثال. أعطونا المثال الأول، 4 على 4 وهي الوحدة كاملة ناقص 3 على 4 معنى الثلث الربع. نقصنا الربع، هذا الربع بحال قسمنا التفاحة الربع، هنا تيعني قسمنا التفاحة على 4. إذا خدينا 3، خدينا منها 3 على 4، قلينا 1 على 4. التمرين الثاني، إذا عندنا التمرين الثاني أو الجزء الثاني، 5 على 5، 5 على 5 بمعنى التفاحة قسموها على 5 ناقص 4 من 5. إذا عندنا كيف ما قلنا المقام هو 5 5 ناقص 4 يبقى لنا 1 من 5. عندنا الآخر 3 على 3، قسمنا التفاحة على 3، إذا 3 على 3 يساوي قسمنا بحال على 3، نقص منها 2 من 3، المقام 1 3 ناقص 2 1 على 3. إذا 6 على 6، قسمنا التفاحة على 6 أجزاء، 6 على 6 ناقص 5 على 6، إذا وحدة هي 6 6 ناقص 5 1 على 6. 2 على 2 هما كما شفنا هنا قسمنا التفاحة على 2، على 2 ديال القطع، 2 من 2 ناقص 1 من 2، إذا نقصنا 1 من 2، 2 ناقص 1 1 من 2، 1 على 2. حنا قسمنا هاد التفاح. إذا عندنا تمرين 2، تمرين 2 قالوا لنا احسب كما في المثال. نبداو من هنا، هما عطاونا مثال، عطاونا 4 على 5 ناقص 3 على 5، هنا يساوي درنا 4 ناقص 3 على 5، 4 ناقص 3 1 على 5. إذا هنا حتى هنا غادي نكملو، 6 على 5 ناقص 2 على 5، إذا نديرو 6 ناقص 2 على 5 كم تساوي؟ إذا المقام 5 6 ناقص 2 تساوي 4 على 5. هنا 1 ناقص 1 على 2، دائما 1 نقول له 1 على 1. إذا هنا نوحدو المقام، 1 في 2 2، 2 في 1 2. إذا 1 في 2 2، 1 في 1 1. إذا أن المقام 1 هو 2، 2 ناقص 1 1 على 2. شو التمرين آخر في هذا الصف، هذا فد 11 على 12 ناقص 9 على 12، إذا عندنا 12 11 ناقص 9 تساوي 12، إذا 11 ناقص 9 تعطينا 2 على 12. غادي نختزلوها، 2 ناقص 2، إذا هنا 12 ناقص 2 يساوي 2 ناقص 2 1، 12 مقسوم على 2 يساوي 6، إذا 1 على 6. نمشيو الجهة المقابلة، 7 على 5 ناقص 4 على 5، 7 ناقص 4 على 5، 7 ناقص 4 تساوي 3 على 5، 7 على 8 ناقص 5 على 8، 7 ناقص 5 على 8 يساوي
سبعة ناقص خمسة يساوي اثنان على ثمانية، نختزلها باثنان، نقسم على اثنان، ثمانية نقسم على اثنان تساوي اثنان نقسم على اثنان واحد، ثمانية نقسم على اثنان أربعة. خمسة على تسعة ناقص ثلاثة على تسعة، إذن خمسة ناقص ثلاثة على تسعة، خمسة ناقص ثلاثة اثنان على تسعة. أربعة على ثلاثة ناقص اثنان على ثلاثة، أربعة ناقص اثنان على ثلاثة تساوي أربعة ناقص اثنان، اثنان على ثلاثة. خمسة على ثمانية ناقص ثلاثة على ثمانية تساوي، باش تبان لينا مزيان، خمسة ناقص ثلاثة على ثمانية يساوي خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنان على ثمانية. غادي نختزلوها، اثنان مقسومة على اثنان، ثمانية مقسومة على اثنان يساوي اثنان على اثنان واحد مقسومة على اثنان، ثمانية مقسومة على اثنان أربعة، إذن واحد على أربعة. سبعة على اثنا عشر ناقص أربعة على اثنا عشر، سبعة ناقص أربعة على اثنا عشر، سبعة ناقص أربعة ثلاثة على اثنا عشر، نختزلها بثلاثة، ثلاثة مقسومة على ثلاثة اثنا عشر مقسومة على ثلاثة، ثلاثة مقسومة على ثلاثة واحد، اثنا عشر مقسومة على ثلاثة أربعة. إذن هذا كل ما يخص تمرين اثنان. غادي نشوفوا دابا تمرين ثلاثة. إذن قالوا لنا تمرين ثلاثة، دخل ماماد إلى المطبخ فوجد أمه قد أعدت فطيرة لذيذة، قسمها إلى ثمانية أجزاء متساوية، فتناولها جزئين ثم غادر. تناول جزئين، مدك قطع على ثمانية. هذا ماماد دخل المطبخ الكوزينة عند ماماه، ولقى ماماه بأن أعدت فطيرة لذيذة، خد ذاك الفطيرة وقسمها على ثمانية أجزاء متساوية، ثمانية الأجزاء، فتناول جزئين، جزئين من الفطيرة ثم غادر ومشى. دخلت أخته مينا إلى المطبخ فتناولت جزءا واحدا، تناولت واحد الجزء من الفطيرة. بعد ذلك دخل أخوه معسو إلى المطبخ فتناولت أربعة أجزاء، معنى أخوه معسو أربعة الأجزاء، بأما أن الفطيرة مقسمة على ثمانية هو كلا النص، أربعة هي ثمانية، ثمانية قسمناها على جوج تعطينا أربعة، هو كلا النصف. هاد أخوه معسو. أحدد الجزء الذي تناوله ماماد من الفطيرة. غادي نمثل الفطيرة بعد هنايا، نمثلها لكم باش تكون سهلة. هذه هي الفطيرة، دخل هذاك ماماد قسمها إلى ثمانية أجزاء بحال هكا. لو كان قال لنا قسموها على أربعة أجزاء هكا، ولكن بما أن قال لنا قسمها على ثمانية غادي نزيدو ونقسموها على هذا الشكل. هذا هي ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا ماماد شحال كلا ملي قسمها على ثمانية الأجزاء؟ تناول جزئين، غادي نلونو جزئين اللي كلاهم ماماد جزئين، هجزء هجزء كلا جزئين من الفطيرة. ماماد أكل جزئين من الفطيرة، ولكن بعد ذلك دخلت أخته مينا إلى المطبخ فأكلت جزءا واحدا. إذن الأخت ديالو كلت واحد الجزء، هو هذا جزء من ثمانية، كلت واحد الجزء، ها هو لونة الجزء اللي كلت مينا. وأخيرا دخل أخو معسو إلى المطبخ فتناول أربعة أجزاء، واحد اثنان ثلاثة أربعة، بمعنى كيف ما قلت لكم سابقا وهو النصف كيف ما تنشوفوا هنايا، أكل النصف. إذن هذا هو تقسيم
التقسيم ديال الفطيرة. قالوا لنا هنا أحددوا الجزء الذي تناوله مماد من الفطيرة. شحال كلا مماد؟ جزئين. إذا كلا اثنان على ثمانية. هذا الشيء اللي كلا مماد هنا، اثنان على ثمانية. أحدد الجزء الذي تناولته مينا من الفطيرة. مينا كلات واحد الجزء، واحد على ثمانية، واحد على ثمانية. أحدد النصيب الذي أكله عسو من الفطيرة. عسو كلا أربعة من ثمانية، بمعنى النصف أربعة على ثمانية. إذن هنا قالوا لنا أحسب الجزء المتبقي من الفطيرة باش نعرفوا الجزء من، احنا شايفين هنا الجزء اللي بقى، ولكن احنا غنحسبوها على شكل عدد كسري. غادي نحسبوا بعد ما أكله الإخوة الثلاثة، غنديروا اثنان على ثمانية زائد واحد على ثمانية زائد أربعة على ثمانية يساوي. إذن ثمانية، اثنان زائد واحد ثلاثة زائد أربعة سبعة على ثمانية. إذن الإخوة الثلاثة كلوا سبعة من ثمانية. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كلوا سبعة من ثمانية. إذن هذا غادي ناخدو الوحدة ثمانية على ثمانية. وحدة هي ثمانية على ثمانية. غادي نقصوا ما أكله الإخوان الإخوان الثلاثة ونشوفوا الباقي. قالوا لنا الجزء متبقي. أكل الإخوان سبعة على ثمانية، أنا نقصهم الوحدة يساوي. إذن عندنا ثمانية. ما أكله الإخوان سبعة، ثمانية ناقص سبعة واحد على ثمانية. هذا كله ما تبقى من الفطيرة واحد على ثمانية. إذن غادي نمشيو للتمرين الرابع والأخير، هاد الصفحة 102، وهو دع الدرسين 25 و 26. رابعا قالوا لنا الشكلان التاليان متماثلان، أرسم محور تماثلهما. المحور التماثل هو شنو؟ هو المحور التماثل هو داك الخط اللي تيكون ما بين الشكلين، هذاك هو المحور التماثل. تما فاش نحسبه كما كنا تنديرو سابقا. اذا محور التماثل هذين الشكلين، اذا غنشوفو نحسبو شحال من مربع هنا ما بين هذا الشكل وهذا الشكل، جوج مربعات. اذا يجي الخط يخلي هنا مربع وهنا مربع، يجي هنا الوسط، وهذا هو محور التماثل الشكلين. وهذا خامسا، ارسم محاور تماثل كل شكل من الاشكال التاليه ان وجدت. محاور التماثل هو هذا الشكل عنده محورين، وهو هذا المحور الاول وهو شكل افقي، والمحور الثاني وهو هذا على شكل عمودي. عنده محورين متماثلين. الشكل الثاني كذلك له محورين تماثل، عنده محور الاول هو على شكل عمودي، والمحور الثاني على شكل افقي على هذا الشكل. اذا هاد الشكلين درنا لهم محور التماثل. تتمنى الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ما تنساوش تدعمونا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.